تسوون الشوكولاتة بالبيت وطعمها طيب منه كذا تسووها. أنا يعني للسهولة إنه جبت هذه ونص، يعني ما تكلفه هواي. هنا عندي هذا البسكويت اللي أستخدمه، إذا تحبون تستخدمون اللي سادة اللي يكون لونه أبيض بالحليب أو تستخدمون غير نوعيات هم ماكو مشكلة، لكن تأكدوا إنه ما تستخدمون بسكويت يكون حالاته قوية، لأن أنا دا أستخدم موز ودا أستخدم نوتيلا حلوة. هنا عندي هذا البسكويت أغطسه بالحليب أو بالكابتشينو وراح أرتبه بهالشكل، وبعد ما أرتبه بهالشكل وأجمعه شوفوا صار عندي قالب واحد. شنو حنطيه هيجي يعني ضغطة خفيفة على مود أكسر، ليش؟ حتى يطلع لي قالب واحد، وأرجع أنطيه رشة خفيفة من الكابتشينو، ليش؟ لأن أريدها تترطب البسكويت حيل حتى يطلع لي الشكل حلو. حخليكم تكملون الفيديو لحد ما أكمل كل شيء وبعدين أرجع لكم. وحخلي النوتيلا وأخلي الموز، أنا هنا كانت عندي موزة واحدة استخدمتها استغليتها يعني، وأنتوا إذا عندكم أكثر أكيد خلوا لكل القالب. تكملونه وأرجع لكم بعدين. هنا بعد ما كملت كل القالب وكل البسكويت اللي عندي انطيتهم ضغطة خفيفة وانطيتهم كفايتهم من الكابتشينو حتى ينطيني قالب واحد، هرجع اغلفها بالنايلون اللي اني ضفته على القالب
وادخلها للفريز، تقريبا ابقيها اقل شيء اقل شيء ساعتين او ثلاثه. ليش قلت لكم يفيدكم شهر رمضان؟ حتى اول ما تبدون تنزلون للمطبخ وتبدون تسوون الفطور تقدرون تسووها اول شغله هي وتخلوها داخل الثلاجه وتنسوها. بين ما تكملون كل الطبخ وكل شيء تقدرون تطلعوها تلقوها جاهزه عندكم. فهنا حدخلها واضغط عليها بشكل حلو لان قلت لكم اني رايده هالشكل الحلو، وادخلها للثلاجه. وشوفوا استخدمت تقريبا يعني اقل من نص المعلبه الخاصه بالنوتيلا، وشوفوا زادت لها كميه. هنا اي شيء متواجد عندكم تحبون تزينون به انتم استخدموا. انا هنا عندي توفي ضفته بكيس الحلواني واستخدمت الفورمه الخاصه عندي، وعندي شويه من هذا النوتيلا اللي زاد، وعندي هذه الشوكولا حلوه تنطف الديزاين حلو. حترككم ويا التزيين وشلون حزينها، وحقطع الجوانب مالت الطبق الحلو لانه معون التقديم عندي شويه صغير، فحتى يصير الحجم بالضبط ويا المعون. هذه هنا تقريبا ورا ساعة واحدة طلعتها من الفريز، لذلك ما ماخذ كفايته من البرودة. فشنو انا استخدمته لان انا مضطرة انه على مدى التصوير، اما بالنسبة لكم فخلوه ساعتين او ثلاثة ياخذ كفايته. ورغم ذلك يعني هو ما صار له شيء، لكن شوفوا هذا شوي يكون ذايب من الكابتشينو اللي ضفتها وشوي نازل من النوتيلا. المفروض شوية يجمد، نقول مو يجمد انه يجمد بارد وانما نقول يتماسك. شوف شلون طلعت حلوة الطبقة مالت الموز. وكذلك هنا قطعت يعني الحافات بتكم على مدى الطبق، حترككم تكملونه. حضيف الشوكولاتة اللي هي النوتيلا على الوجه واغطيها بالكامل، ارجع اخليها تقريبا هيك 10 دقائق فقط لا اكثر بالفريز على مود شنو، بس اريد انه تتماسك هذا الطبقة مالت الشوكولاتة وأرجع أزينها بالكامل وأقدمها. أكيد تتقدم ويا قهوة أو ويا شاي لأنه هي تكون شوية حلوة وحالاتها يعني مو نقول جدا طاغية وإنما حالاتها حلوة يعني طيبة. اللي وصل لهنا أتمنى ينطيني لايك ليبخل وياي حتى يكون تشجيع لي واستمر انزل لكم وصفات حلوه شهر رمضان المبارك، وكذلك وصفات يعني نقول اطباق رئيسيه حلوه اهمين شهر رمضان وتفيدكم هي كذلك الايام العاديه. هنا وزعت الشوكولاته كلها على الطبقه الحلوه مالتي، وبعدها هدخلها الثلاجه او بالفريز وحرجع اكمل التزيين مالته. هنا بالنسبة للتوفي اذا مو موجود عندكم مو مضطرين يعني تستخدموه، يكفي اي شوكولاتة عندكم، حتى لو عندكم اي نوع من الشوكولاتة العادية تقدرون تبرشوه على الوجه وينطي شكل جدا حلو. هذا هخليه بطبق التقديم واكمل التزيين مالتي. اتمنى ان شاء الله عجبكم طبق اليوم. لا تقصرون باللايك، واللي زايرني اول مره ومو مشترك بالقناه نوروني واشتركوا بالقناه، وكذلك فعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. هنا حكمل التزيين وحخلي قطعه من الحشو انه شلون طلع بالوسط وحزين كذلك بالتوفي. بالاخير احب اقول اهلا وسهلا بكل المشتركين الجدد اللي زاروني، اتمنى